مرحبا، خلال صفحتي على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب باسم تشيا أكاديمي، اليوم راح أشرح لكم موضوع آخر اللي هي كيف أتعلم المسار الصحيح حتى أصبح محترف وخبير بمجال شبكات. ما هي مسار تحتاج تدرسه حتى تتخصص في شبكات بحيث توصل إلى مستوى العالي بالنيتورك، وكيف تبدأ ومن وين تبدأ بالشبكات. كل هاي التفاصيل أشخاص اللي مهتمين بدراسة النيتورك أو اللي هم بالإنستيتيوت أو كوليج أو متخرجين يحبون يطوروا نفسهم هاي المجال، الفيديو راح تفيدهم. بكل بساطة حتى تصير بروفيشنال بالنيتورك لازم أول شيء تبدي بالأساسيات، مثل ما بأي مجال آخر تعليم الأساسيات كلش ضروري بحيث أنت تقدر تكمل باقي الستيبات اللي راح يجي بعد الخطوة الأساسية. احنا بالنيتورك عندنا نيتورك بيسيكس او المنهج نيتورك بيسيكس اللي يحتوي على 13 نقطة او المختصرها على 13 نقطة اللي هي كالتالي: تطبيق تعليم تطبيق او الليرات اللي طبقات والليرات الموجودة بالنيتورك راح تتعلمها بالنيتورك بيسيك، إضافة للأجهزة الموجودة بالنيتورك اللي تتعامل مع راوتر والسويتش. فأنت بالنيتورك بيسيك راح تدرس هاي المواد. بعد ما كملت دراسة الأساسيات النيتورك ونعتبره مدخل الأساسي لعالم النيتورك، تقدر تروح تختبر نفسك سواء كان أونلاين أو عن طريق المراكز التدريبية تأخذ شهادة نيتورك بلس. الأشخاص اللي عندهم شهادة النيتورك بلس نسميهم فنيين شبكات، يعني وظيفتهم تنصيب، صيانة، إدارة ومعالجة مشاكل الموجودة بالشبكات. فبعد ما أنت كملت الأساسيات اللي هي أهم ستيب بعالم النيتورك، تقدر تستمر إلى خطوات اللي راح يجي بعد النيتورك بلس. بعد الأساسيات أنت راح يكون قدامك طريقين بالنيتورك، أما تختار سيسكو نيتورك أو مايكروسوفت نيتورك. إذا أنت اختاريت السيسكو نيتورك، وظيفتك راح يكون إدارة، تصميم، تنصيب والتحكم بالشبكات، يعني إدارة الشبكات، تصميم شبكة، ديزاين نيتورك، انستوليشن نيتورك، كنترول نيتورك. فراح يكون وظيفتك إدارة وتنصيب والتعامل مع الشبكات. أما إذا اختاريت المايكروسوفت، وظيفتك راح يكون إدارة أنظمة تشغيل (Operating System Management)، تتحكم بالأنظمة التشغيل الخاصة بشركة مايكروسوفت. أوكي، على سبيل المثال أنت حبيت تبدي بالسيسكو، حبيت تبدي بالمايكروسوفت أيضا، إذا بديت اثنيناتهم سوا بنفس الوقت راح يكون صعب عليك. لذا ضروري جدا أنت هنا تحدد أول واحد شنو تبدي، بعدين تنتقل للثاني إذا حبيت تأخذ اختصاص بمجالين، تقدر تتخصص بواحد منها أيضا بدون أي مشكلة. إذا على سبيل المثال أنت اختاريت السيسكو، سيسكو يتقسم إلى 3 مستويات: المستوى الأول المستوى المبتدئين، بعدين مستوى المحترفين، بعدين المستوى الخبراء. المستوى الأول سيسكو سيرتيفيكيت نيتورك أسوسيكيتد CCNA، وحتى بالCCNP وCCIE أيضا يتقسم إلى 4 مجالات، يعني عندك الفويس، سيكوريتي، راوتر والسويتش ديزاين. فأنت إذا حبيت تتعلم CCNA بالسيكوريتي فلازم الCCNP هم تأخذه بالسيكوريتي وهكذا تستمر. فأنت هنا تحدد يا مجال تحب حسب الموجودة. أكثرية الناس مهتمين بالسيكوريتي ويا راوتر والسويتشينج، يعني الطلب على راوتر والسويتشينج ويا السيكوريتي أكثر من الفويس والديزاين. أوكي، CCNA شنو نتعلم من عندها؟ هنا أنت تتعلم كيف تعامل مع أجهزة سيسكو، وكيف تبرمج أجهزة سيسكو اللي هي السويتش والراوتر والفايروال بشكل مبتدئ. أنت هنا تتعلمها، بعد ما كملتها تقدر تروح تسوي اختبار مثل ما قلت بواحد من عندهم، مثلا راوتر والسويتشينج، أو تقدر تروح تمتحن CCNA Security. من تنجح بالامتحان راح تاخذ شهادة الاختصاص اللي أنت اختاريتها. من تصير عندك شهادة CCNA هذا ما يعني انه انت صرت محترف بالنيتورك، لا ابدا. اشخاص اللي عندهم شهادة CCNA مدة صلاحية شهادتهم هي فقط 3 سنوات، بعد 3 سنوات اذا ما اختبروا المستوى الثاني او ما دخلوا المستوى الثاني لازم يبدون يمتحنون CCNA من اول وجديد ايضا. وبإضافة لهالشي اللي عندهم شهادة CCNA هو مبتدئ وعنده معرفة جيدة بالنيتورك، أوكي، لكن هو مو بروفيشنال ولا هو محترف بالنيتورك. بعد الـ CCNA عندنا CCNP اللي هي المستوى المتقدم، أو خلينا نقول المستوى الثاني أعلى بدرجة من المستوى الأول. هنا راح
تدرس البروتوكولات بشكل أدفانس، بشكل متقدم أكثر، وتتعلم كيف تصير اتصال بين أجهزة السيسكو باستخدام الأدوات النتورك طبعا. فهنا راح يكون دراسة بروفيشنال إن شاء الله. بعد ما تكمل دراسة CCNP وتقدر تروح تاخذ السيرتيفيكيت وتسوي امتحان، فأنت راح تصير بروفيشنال. أوكي، CCNP مثلا راوتر أو سويتش أو سكيورتي، فحسب اختيارك. فأنت هنا راح تصير بروفيشنال بالنتورك. من أنت تصير بروفيشنال بالنتورك عندك حق تقول أنا محترف بالنتورك. غير هذا، هاي الاستخدام المصطلح لك راح يكون غير صحيح. بعد ما كملت CCNP عندك CCIE Inter Network Expert، اللي هي شهادة الخبراء، أو خلينا نقول مستوى الخبراء. الأشخاص اللي عندهم هاي الشهادة يشتغلون بشركات برواتب عالية جدا جدا، واللي هم اللي يقدرون يشتغلون بالمجال تكنولوجيا المعلومات. ليش رواتبهم عالية؟ لأن عدد الحاصلين على هذه الشهادة قليلة جدا بمقارنة اللي عندهم شهادة CCNA وCCNP. فهاي هي مسار السيسكو نتورك. إذا أنت تحب تتخصص بهاي المجال، تقدر تأخذ المنهج الدراسي وتقراها بنفسك عن طريق الإنترنت، سواء كان يوتيوب أو المواقع التعليمية أو الكتب التعليمية، أو تقدر تروح تأخذها بالمراكز التدريبية الموجودة بالمكان أنت به. أوكي، على سبيل المثال شخص ما يعجبه يقرأ سيسكو، يحب يتخصص بالمايكروسوفت. هنا العالم المايكروسوفت جميل جدا، مثل ما هو سيسكو جميل جدا أيضا. بالمايكروسوفت أنت أول شيء لازم تحدد تريد تصبح شنو، أو تريد تدرس شنو. مثلا تريد تصير مدير نظام تشغيل، مهندس نظام تشغيل، أو دعم فني بالأنظمة التشغيل المايكروسوفت طبعا. أول شيء على سبيل المثال أنت تريد تصير System Administration، يعني مدير نظام تشغيل، راح يصير عندك مسارين، لازم تأخذ هاي المسارين حتى تصير مدير أنظمة تشغيل. أول شيء عندنا Microsoft Certificate Solution Associated، يعني حاملي هذه الشهادة أو الشهادة المشاركة هم معتمدين. أوكي، فشخص اللي عنده هاي الشهادة هو شخص معتمد من قبل الشركة. وظيفته راح يكون إدارة أو Administration، إدارة و Administration الشبكات والأنظمة التشغيلة الموجودة بالمايكروسوفت طبعا، باستخدام أدوات وبرامج الخاصة وبالمايكروسوفت. أما السوليوشن إكسبرت، يعني النوع الثاني، هو شخص يعتبروه خبير في تصميم وتركيب وصيانة، يعني الإكسبرت CSE يعتبروها هي وظيفة تركيب صيانة وتصميم الأنظمة التشغيل. أما النوع الأول Solution Associate هو يعتبر مدير، وظيفته إدارة أنظمة التشغيل وتحكم بالأنظمة التشغيل أيضا طبعا، باستخدام أدوات وبرامج الخاصة بالمايكروسوفت. فهذا الشيء نفس الشيء أيضا أنت تقدر تقرأها، سواء كان بمراكز تدريبية خاصة بالنيتورك أو عن طريق المواقع والدروس والشروحات الموجودة بالإنترنت. أتمنى استفاديتوا من شرح، أي سؤال أي تعليق أي سؤال عندكم اتركوها بالتعليق. تمنياتي لكم التوفيق.